يا مساء الخير. بسم الله نبدأ مع حضراتكم حلقة بداية أسبوع جديد، نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون أسبوع يعلم فيه بطاقة النادي الأهلي للوصول لنهائي دوري الأبطال. طبعا من أول النهاردة الصبح ويمكن من امبارح الأهلاوية بيسخنوا دايما الماتشات المهمة، الماتشات اللي من العيار التقيل دي بيبقى ليها ترتيبات معينة، والناس من النهاردة الصبح يمكن بتتكلم هتشوف الماتش فين، هتتفرج عليه مع مين. نتمنى إن شاء الله إنه الأهلي يفرح جماهيره ويفرح مصر كلها ويحسم بطاقة التأهل إن شاء الله بإذن الله على حساب الترجي. مباراة صعبة، يعني محدش يقدر ينكر إنها مباراة صعبة. أنا يمكن قلت في السادسة إنه كنت بشوف إنه ماتش الأهلي في رادس هو أصعب مباراة الموسم ده، والحمد لله الحمد لله أظهرنا إمكانياتنا ولعبنا كرتنا وحققنا نتيجة كان كل الأهلوية بيحلموا بيها وبيتمنوها، وكان في الإمكان كمان أفضل من مكان مباراة كان ممكن جدا الأهلي وعلى ملعب الترجي يحسمها بثلاثة أو بأربعة. على كل الأحوال سيناريوهات كتير جدا طبعا، يعني حسابيا الأهلي النهاردة قدامه أنه يفوز أو أن هو يتعادل، لكن الخسارة مش أمر مطروح بالنسبة لنا، ونتمنى طبعا أنها تكون سيناريو مش وارد. أعتقد أنه السيناريو الأفضل هو انه الاهلي يسجل في البدايه، واذا قدر الاهلي وان شاء الله باذن الله يقدر يسجل هدف في بدايه المباراه، هدف كمان لو كان مبكر اعتقد انه هيربك حسابات الترجي بشكل كبير جدا، والنتيجه تبقى 2، يعني الترجي يبقى محتاج يحط 3 عشان يتاهل للدور النهائي، واعتقد ده سيناريو صعب جدا. مفيش فرقه قدرت تدخل 3 جوان في الاهلي على مدار يمكن السنه اللي فاتت كلها بما فيهم بايرن ميونخ، مفيش حد حط في الاهلي في مباراه واحده 3 تجوان. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان رجالتنا يكونوا على الميعاد زي ما بنقول، وان شاء الله باذن الله يقدموا شو محترم يعبروا بيه عن قدراتهم ويقولوا ان احنا جاهزين عشان ندافع عن اللقب اللي احنا بنحمله، لقب بطل افريقيا. في نفس الوقت اللي احنا بنقابل حضراتكم فيه مباراه ثانيه في منتهى الاهميه، وانا الحقيقه ببص للماتشين دول يعني بنفس او بدي الماتشين دول نفس المقدار من الاهميه. ليه؟ لانه طبعا حضراتكم عارفين انه في الجوله جوله الذهاب الارض ما لعبتش مع فرقتها، الاهلي كسب الترجي في تونس، وكمان كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا حقق المستحيل او حقق اللي ما كانش فيه حد متوقعه غيري انا بس، وكسب الوداد على ملعبه، دي نتيجه ما كانتش متوقعه بكل المقاييس. صحيح المباراه من ناحيه الارقام والاستحواذ والتصويبات والفرص والى اخره كانت في مصلحة الوداد، لكن في النهاية الكرة ما بتعترفش غير بالأهداف. النهاردة فرص كايزر تشيفز على أرضه أعتقد أكبر بكتير جدا ونتمناها. يعني أنا طبعا يعني في ظروف تانية ظروف مختلفة كنت بالتأكيد هشجع الوداد، يعني المغاربة أشقائنا وحبايبنا وأنا بالتأكيد يهمني إن هم يكونوا متأهلين للمباراة النهائية، لكن كون المباراة هتتلعب مباراة النهائي هتتلعب في المغرب ده يخليني أبص لمصلحة النادي الأهلي وأشوف انه مواجهه كايزر تشيفز ان شاء الله باذن الله بعد ما نتاهل في نهائي دوري الابطال في المغرب هتبقى افضل واسهل نسبيا من مواجهه الوداد على ملعبه. طبعا يعني مفيش شك انه الترجي حتى لو كان خسر على ملعبه بهدف من النادي الاهلي فده معناه انه المواجهه مش محسومه، يعني ما اعتقدش انه باي حال من الاحوال فرقه بحجم الترجي فرقه فيها وصل ربع نهائي دوري الابطال نص نهائي دوري الابطال وعندها رصيد كبير جدا من النجاحات وفرقه عندها شخصيه البطل بالتاكيد مش جايه هنا عشان تقضي ال 90 دقيقه وترجع بلدها، لكن بالتاكيد هم عندهم اهداف وبالتاكيد اشتغلوا عليها وراجعوا اخطائهم وحاولوا يكتشفوا المناطق الضعف او الثغرات اللي ممكن تكون موجوده في النادي الاهلي عشان يستغلوها. والترجي من الفرق في افريقيا اللي بتعمل لها دايما حساب يمكن بره ارضها اكتر من جوه ارضها، عشان كده ان شاء الله باذن الله مش مطلوب من لاعبتنا بس الا الجديه والتركيز التام، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله الاهلي متاهل لنهائي دوري الابطال، والميعاد يكون يوم 17 او لو غيروا الاتحاد الافريقي احنا في اي وقت جاهزين. خلينا نطرح لحضراتكم والحقيقه يمكن فكرنا كده مع الحاله اللي الاهلاويه عايشينها بقالهم اسبوع من اول ما حسمنا لقاء الذهاب في رادس بنتيجه 1-0 واحنا حاسين ان العشرة بتقرب، حاسين انه بطولة افريقيا بتقرب مننا بشكل كبير. حالة البهجة دي خلتنا نفكر هو الاهلي بالنسبة لك ايه؟ يعني بالنسبة لناس كتير ممكن يكون مصدر فخر، بالنسبة لناس كتير ممكن يكون مصدر سعادة، بالنسبة لناس كتير جدا ممكن يكون نموذج من نماذج النجاح
في حياة كل واحد فينا. ففكرنا نسأل الناس كده، ايه اخبار الاهلي معاكم والنادي الاهلي بيمثل لكم ايه؟ اجاباتكم طبعا منتظرينها على السوشيال ميديا، وهنحاول في جزء من حلقتنا نتكلم فيها مع حضراتكم. قبل ما ندخل في التفاصيل وقبل ما نروح نتابع اخبار الفرقه وقبل ما نسمع عن السيناريوهات المتوقعه فيما يتعلق بطريقه واسلوب اداء ولعب النادي الاهلي، وايضا هنركز على طبعا الترجي التونسي اللي ما عندوش حاجه يخسرها او حاجه يبكي عليها، خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا مع حضراتكم في السادسه.